السلام عليكم. ان شاء الله دلوقتي هتكلم عن حاجه اسمها ال VHDL Tensors Flow. دي كل الخطوات اللي بيمشي عليها البرنامج بتاع ال VHDL Tensors عشان يوصل من ال RT Level Code اللي هو الكود اللي احنا كتبناه لغايه ما يوصل لحاجه اسمها Cell Level Netlist. ال Cell Level Netlist دي الحاجه اللي في الاخر هتنزل على FPGA او هتتحول ل ASIC. فالسلايد دي دلوقتي هي بتلخص كل حاجه هنشرحها دلوقتي في الفيديو. فاول حاجه هنتكلم عنها اللي هو ال RT Level Code. ال RT Level Code زي ما قلنا الكود اللي بيتكتب، بعد كده بيحصل حاجة اسمها RT Senses. ال RT Level Senses ده أنا بحول ال VHDL Code لحاجة اسمها RT Level Components. ال RT Level Components دي حاجة مثلا بتتقسم لنوعين، يا إما Regular يا إما Random. تمام. النوع الأولاني اللي هو Regular زي كده ال Others أو Comparators اللي هي حاجات already موجودة والناس على طول بتستعملها. تمام، يعني حاجة Others Comparators Subtractors، ممكن اللي هو برنامج معقد جدا نلاقيه في Multipliers بس دي حاجة صعبة نلاقيها. تمام. طيب في حاجة تانية اللي هي راندوم. الراندوم دي الحاجة اللي انت كتبتها وغالبا مش موجود زيها قبل كده، حاجة زي مثلا ترو ستيبل. الترو ستيبل ده بيبقى فانكشن له اي عدد من الانبوتس وله اي عدد من الاوتبوتس. حاجة زي كده مش لازم يكون حد قبل كده، حد قبلك عملها، ممكن حاجة جديدة انت اول مرة تعملها. في حاجة زي دي اسمها راندوم لوجيك. تمام. فال RT Level Senses هو بيشوف كل حاجة موجودة عندك في الكود وبيقسمها لحاجتين دول، يا اما ريجولار يعني حاجة اصلا موجودة قبل كده، يا اما حاجة راندوم. تمام، يعني بيعمل حاجة كده زي ديرفيشن اوف كونسبشوال دايجرام. conceptual diagram اللي احنا كنا بنقول عليه قبل كده، زي مثلا لما كنت بقول حاجه زي الوين else، كان بياخد الوين else دي بيحولها لحاجه زي multiplexers. فالمالتيبلكسرز دي حاجه اوريدي موجوده قبل كده، فبياخد الكود بتاعي بيحولها لحاجه regular او حاجه random. بعد كده في حاجه اسمها الموديول generator. انا دلوقتي بقى عندي حاجه اسمها regular logic وعندي حاجه اسمها random logic. طيب هعمل فيهم ايه؟ الريجولار لوجيك ده هيدخل على حاجه اسمها الموديول generator ويطلع في الاخر كودز اوريدي موجوده مكتوبه قبل كده. يعني مثلا حاجه عندي زي الادر او الكومباراتور، ده الناس اللي عملت الشركه عملت كودز جاهزه للادرز وكود جاهزه للكومباراتورز. فاول ما هيلاقي عندك ادر اللي هو موجود في الريجولار لوجيك هيتحول الكود الجاهز ده بتاع الادر. تمام. طيب الكود ده عملوه الناس بتوع الشركه، فعشان كده هيطلع مور افيشنت. ليه؟ عشان البرنامج ده في ناس كتير هتشتريه وناس كتير هتستعمله بعد كده، فعشان كده الناس دي اكيد متوقعه ان الكودز اللي موجوده جاهزه جواه انها تبقى حاجه كويسه وبتشتغل كويس، فعشان كده متوقعين الكود دي تبقى مور افيشنت. تمام. طيب الموديولز بقى ممكن تبقى generated في different level of details. يا اما الموديولز اللي هتطلع دي هتبقى حاجه behavioral زي ما قلنا قبل كده، behavioral انا بس بوصف الفانكشن الانبوتس او الاوتبوتس بدلاله الانبوت. تمام. او ممكن تبقى برضو حاجه دقيقه اكتر، يعني تبقى موصوفه مثلا بالجيتس بتاعتي، حاجه زي اند اور ونوت وهكذا. تمام. هي ممكن تطلع في كذا level of detail. تمام. طب ده كده برضو بيعمل حاجه اسمها reduce processing time. يعني ايه؟ يعني دلوقتي يبقى عندي الكود بتاعي مثلا اكتشفنا ان هو موجود فيه ادر، فخدنا الادر ده على طول وتحول بكود اوريدي موجود جاهز، فده كده قلل لي كتير من البروسيسنج تايم. بدل ما انا البرنامج بتاعي يقعد ياخد الادر ده ويحوله من اول وجديد لللوجيك جيتس، لا هي اصلا اوريدي في كود مكتوب جاهز بيحول الادر ده لللوجيك جيتس على طول، فعشان كده الوقت اللي هياخده البرنامج عشان يعمل سايز هيقل، عشان اوريدي في حاجات كانت موجوده قبل كده. بعد كده في حاجه اسمها اللوجيك تنسز. اللوجيك تنسز ده هيتعامل بقى مع اللي هو الراندوم لوجيك. الراندوم لوجيك غير اللي هو الريجولار، قلنا في حاجات ريجولار اللي هي موجوده قبل كده زي مثلا ادرز وكومباراتورز، وفي حاجات اللي هي الراندوم، الراندوم اللي هي مش موجوده قبل كده. تمام. فالراندوم ده هيتعمل له لوجيك تنسز. اللوجيك تنسز ده هياخد الحاجات اللي انت عملتها دي اللي هي ترو ستيبل ويحولها لجينيريك جيت ليفل كومبوننتس. يعني هياخد الترو ستيبل ده ويحوله بعد كده لايه؟ لحاجه زي الاند او الاور او الانفرتر او الناند وهكذا. تمام. فده كده زي ما قلنا بيبروسس اللي هو الراندوم لوجيك اللي هو ايه اللي انت اكتشفته في الار تي ليفل. طيب اللوجيك سنسز ده في منه نوعين، في حاجه اسمها تو ليفل سنسز زي اللي هو سام اوف برودكت او برودكت اوف سام، ده اللي هو بيطلع لك في الاخر الترو ستيبل بتاعك يطلع بس عباره عن تو ليفلز، يعني الجيتس متقسمه على مرحلتين بس، او مالتي ليفل يعني الجيتس ممكن تقسم على كذا مرحله. زي كده الصوره دي دلوقتي ان عندي دي كده الموجود ده هي نفس الفانكشن، يعني الاثنين دول بيعملوا نفس الحاجه بالظبط. تمام. بس دي كده متقسمه على تو ليفلز بس، فنلاحظ كده ان الاريا هنا كبيره، خد هنا جيتس كتير هنا خد جيتس قليل، بس التايمنج هنا صغير. هنا نلاقي الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت نلاقيه بس 2 جيتس، هنا الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت 3 جيتس. هنلاقي هنا كده في مميزات وعيوب وهنا في مميزات وعيوب. هنا الاريا كانت كبيره بس تايمنج صغير، هنا الاريا كانت صغيره بس تايمنج كبير. تمام. هتلاقي البرامج عاده البرامج على طول بتشتغل على الشكل ده، انها تحاول تقلل الاريا وملهاش دعوه بالتايمنج. او ممكن في برامج تانيه هي بتقول لك اختار انت عايزه تو ليفل امبلمنتيشن ولا مالتي ليفل. طيب دلوقتي اخر بقى مرحله اللي هي تكنولوجي مابينج. تكنولوجي مابينج هياخد الجينريك جيتس زي الجيتس اللي جت في السلايد اللي فاتت دي
ويحولها لايه؟ يحولها بقى لترانزستورز، او مش يحولها ترانزستورز، يحولها لحاجه لوجيك سيلز، واللوجيك سيلز دي مبنيه من ترانزستورز. تمام، اللوجيك سيلز دي بقى بتختلف من مصنع للتاني، فانت المفروض بتروح للمصنع او يعني بتتواصل معاه وبتاخد منه اللوجيك لايبرري دي، اللايبرري بتتعرف فيها الحاجات اللي هي اللوجيك سيلز. طيب هي دي تفرق من مصنع للتاني ليه؟ نفترض مثلا في مصنع بيصنع اللوجيك جيتس بتاعته دي، احنا عارفين انها بتتعامل من ترانزستورز، مثلا في مصنع بيصنع لوجيك جيتس بترانزستورز الطول بتاعها مثلا 22 نانو، مصنع تاني بيصنع بمثلا طول الترانزستورز 40 نانو مثلا، فهنلاقي كل مصنع بيختلف عن التاني. فعشان كده لو انت هتتعامل مع مصنع معين يبقى لازم ايه؟ لازم تاخد اللوجيك لايبرري بتاعه عشان تحول الكود بتاعك في الاخر للوجيك سيلز تتماشى مع المصنع ده عشان هو يقدر في الاخر يصنعها لك. اه لو انت بقى اشتريت اف بي جي اي يبقى لازم برضو الكود بتاعك تكتبه على البرنامج بتاع الاف بي جي اي دي، زي الزايلينكس بتاعنا احنا. الزايلينكس بيتعامل مع الحاجات اللي هي برضو جايه من شركه زايلينكس، الاف بي جي ايات اللي هما بيبيعوها. تمام، فعشان كده البرنامج ده هو اوريدي موجود في اللوجيك لايبرريز بتاعت الاف بي جي ايز دي، فهو على طول بيحولها للايه؟ بيحولها للشكل اللي هو بيتعامل مع الاف بي جي اي، اللوجيك سيلز اللي موجوده جوه الاف بي جي اي اللي هي لوك اب تيبلز. طيب دلوقتي برضو هنشوف الفرق ما بين الايسك والاف بي جي اي في حته اللوجيك سيلز دي. اول حاجه بالنسبه للستاندرد سيل ايسك، بالنسبه للستاندرد سيل ايسك احنا عندنا مثلا الكود بتاعي طلع لي بالشكل ده، يعني كان مثلا بيقول لي هنا في ناند، هنا في ناند تانية، هنا في انفرتر وهكذا. طيب الستاندرد سيل ايسك ممكن بقى المصنع بتاعك يكون هو مثلا بيعمل الحته دي كده كلها اللي هي بتتكون من اتنين ناندز ورا بعض وانفرتر، بيعملها كلها بسيل واحده، يعني كل دول كده عنده عباره عن بلوك واحد بس. تمام، طب هو ليه اللي يخلي حاجه زي كده تبقى بلوك واحد؟ ليه ما قسمهاش كذا بلوك؟ ممكن هو مثلا عامل اختصارات معينه، خلى مثلا لو ده مثلا بياخد 6 ترانزستورز وده 6 وده 2 وده 2، فمثلا كلهم مع بعض كده كام؟ 12 و4 يبقى كده 16، 16 ترانزستور. تمام، طب ممكن هم عملوا كده اختصارات كده معينه وخلوا دول بس 16 بقى 14 ترانزستور بس، فهو كده عمل ايه؟ هو كده اختصر في عدد الترانزستورز بتوعه، فكده قلل الاريا. فعشان كده هو المصنع بقى حسب كل مصنع ممكن كده ياخد كل البلوكات كده من دي ويعملها ايه؟ يعملها بلوك واحد بس بيتعامل كله على بعضه. تمام، طيب فاحنا كده احنا بقى عندنا حاجه اسمها كده جينيريك مابينج، اللي كان عندي عباره عن ايه؟ عباره عن لوجيك سيلز كده، او سوري لوجيك جيتس، واللوجيك جيتس دي في الاخر هتتحول للوجيك سيلز حسب المصنع بتاعك. تمام، طب كل هيتحول بقى ازاي؟ ده حسب برضو التول بتاعتك، يعني انت البرنامج اللي هتتعامل معاه هتدخل له حاجه اسمها لوجيك لايبرري او الحاجه اسمها سيل لايبرري، والسيل لايبرري دي هي هتحول لك اللوجيك جيتس دي هتحولها لك في الاخر لستاندرد سيل ايزك. طيب انما بقى في الاف بي جي اي حاجه تانية، احنا قلنا في الاف بي جي اي في حاجه اسمها لوك اب تيبلز، اللي هي عباره عن لوك اب تيبلز دي عباره عن حاجه بتعمل ايه؟ بيبقى ليها عدد انبوت ثابت واوتبوت واحد بس. تمام، وانت بتبرمجها انها تعمل لك اي فانكشن انت عايزها. فمثلا انا الكود بتاعي طلع لي في الاخر كده ان هو كذا اند جيت كده وفي انفرتر واحده. تمام، وهنا كان عندي كده 9 انبوتس. طيب ايه بقى اللي هيحصل في الاف بي جي اي؟ الاف بي جي اي مثلا هي فيها لوك اب تيبلز زي ما قلنا، ولوك اب تيبلز بسايز ثابت. مثلا الاف بي جي اللي عندي كل اللوك اب تيبلز اللي فيها كلها 5 انبوت. تمام، خلاص يبقى انا لو خليت كل واحد من دول على لوك اب تيبل، فمثلا الاند جيت دي عملتها بلوك اب تيبل بس. تمام، فقلنا اللوك اب تيبل فيه 5 انبوت بس، الاند جيت دي ليها 3 انبوتس بس، يبقى انا كده اللوك اب تيبل ده فيه 2 انبوتس ويستد، يعني 2 انبوتس ما استفدتش منهم، وهكذا بالنسبه لدول. لا، ايه اللي بقى هيحصل؟ التول بتاعتي مش هتعمل كده، التول هتعمل ايه؟ هتاخد مثلا كل جزء كده مع بعض وتحطهم في لوك اب تيبل لوحدهم. مثلا هنا هنلاحظ ان هو مثلا خد التلاته دول كده وخلاهم في لوك اب تيبل له 5 انبوتس، وخد الباقي دول كده برضو خلاهم في لوك اب تيبل تاني له 5 انبوتس. فالدايره دي قبل كده كانت هتتعامل بكام لوك اب تيبل؟ هتتعامل كده باربعه لوك اب تيبلز، لا دلوقتي هتتعامل باتنين بس، فدي كده هتاخد اريا اصغر في الاف بي جي اي.